حضرتك يا سيد مختار عايز تقول ان انا مش قد مقامكم العالي. استغفر الله، كلنا ولاد تسعه. انما حضرتك قلت كلام عكس حقيقتك، كذبت يعني؟ لا مش كذب، الا لو سميت الميك اب اللي محطوط على وشوش الستات ده كذب. ده تجميل يا سيد مختار، عشان افضل اعيش وانا رافع راسي وسط ناس الطبقيه في دمهم. طب ما ترفع راسك بشغل، بمجهودك، بعلمك. انت اخترت تكون كذاب. يعني هو مش كفايه ان انا دكتور في كليه الحقوق؟ يا دكتور، انت لو كذبت مره تعيش كذاب طول عمرك. طيب وبعدين يا سيد مختار؟ تنسى انك عرفت بنتي في يوم من الايام، ونصيحه مخلصه، شوف دكتور نفسي، حل عقدك. طيب خد راي الدكتوره منى الاول. اللي عندي قلته.